هنبدأ دلوقتي في حاجة سريعا كده، حاجة اسمها الـ SLEMS. تمام، الـ SLEMS هناخد فيها حاجة بسيطة جدا 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 في التراك دوت، وهنتكلم على الجزء الأدفانسد منها في التراك التاني اللي هو التالت اللي هو الجاي يعني. طيب ايه اللي عليا في الـ SLEMS؟ اللي عليك في الـ SLEMS دلوقتي التراك ده، ان انت تفهم ايه هو الـ SLEMS، ايه هي الميكانيزم بتاعة الـ SLEMS، تمام، وازاي بتشتغل، وازاي تشغلها او توقفها، بس ليس الا اللي هو اون واوف بس. تمام، ده اللي عليك في التراك دوت يا خالد. اما اللي عليك في التراك التاني بقى، انت فهمت كل ده وازاي تشغلها وتوقفها، ازاي انت تتعامل مع الليبلز، انت كده كده عارف ايه الليبلز، ازاي انت تتعامل مع الليبلز وتغيرها وكل الكلام دوت. قبل ما ناخد الاسم عشان اعرف موضوع الاسم سهل جدا. بالظبط بالظبط كده. اه تمام، جميل جدا. يلا بينا كده نتكلم عن الاس سي لينكس. طيب خلينا قبل ما نتكلم على الاس سي نفتكر حاجه يعني زمان خالص، حاجه اسمها ايه؟ البرميشن. حد فاكر البرميشن؟ جميل جدا. بصوا يا شباب، السكيورتي عموما هي عباره عن يعني نوع من انواع الحمايه، جاي علشان يحمي الملفات بتاعتي، او جاي علشان اقدر استريكت عمليه الاكسسنج اللي بتتم على الفايلز او اللي بتتم على الداتا عندي. تمام، واسمح فقط لغير اسمح فقط لغير او اسمح فقط للناس اللي انا عايزهم. انت فاهم ازاي؟ يعني انا عندي فايلات عشان السكيور الفايلات ديت، او عندي داتا عشان السكيور الداتا ديت، انا عايز احط عليها اكسس معين، وعايز احط عليها ليفل من السكيورتي، اوصل بالليفل ده ان اللي هيوصلوا للفايلات ديت او المسموح لهم ان هم يوصلوا الفايلات ديت هو لا هم اللي انا عايزهم، الباقي انا مش عايزه. تمام، فالاساس في السكيورتي اصلا ان جنرال المنع. بالظبط كده، الاساس في السكيورتي هو ايه؟ ديناي. بالظبط كده. طيب جميل جدا، كنا اخذنا في البرميشن البيزك واخذنا الاكسس كنترول ليست. بصوا بقى يا شباب، ايه اللي بيتم اصلا؟ اللي بيتم ان السكيورتي عموما، السكيورتي ان جنرال منقسمه لجزئين، جزء اسمه الداك وجزء اسمه الماك. والداك ده اختصار لديسكريشنري اكسس كنترول. طب ايه الراجل ده؟ قال لك ده والله ده اول بوابه بتقابلك في الاكسسنج على السيستم، وده ميكانيزم او سكيورتي ميكانيزم كل ما يخص البرميشن. ده بيخص مين او ده بيختص البرميشن؟ طيب جميل جدا. طب ايه اللي بيحصل على الراجل ده؟ بص يا باشا، انت هو احنا طبعا ده عندنا فايل، وده عند اليوزر المحترم اللي هو كان بيحاول ياكسس الفايل، وقلنا ان انا عندي في النص كده الراجل المحترم بتاعي اللي هو ايه؟ الكيرنل. صح كده؟ حد فاكر الكلام ده زمان خالص لما احنا قلنا ان الكيرنل هو اللي يعني هو اللي بيسمح او ما بيسمحش، واحنا حطينا البرميشن في الكيرنل تحليلنا عشان نضمن ان الشخص ده لو منعك انت استحاله ان انت تتخطى، لان احنا لو ادينا المهمه دي لابلكيشن او لسيرفيس ممكن تخترق، ممكن حد سيرفيس تقف، ممكن لو ابلكيشن ممكن حد يتخطاه، ممكن يحصل فيه ده يعني حاجات كتير جدا، فاديناها للكيرنل عشان خلاص انت يا باشا موكول بالمهمه دي. اللي بيحصل بقى كالتالي، ان اول ما اليوزر ده بيحاول ان هو ياكسس الفايل، الكيرنل بيستدعي بقى فعليا. بقى احنا كده بدانا نتكلم ان جنرال في السكيورتي ان جنرال، ناخدها كده بحاجه بسيطه اللي هي الاكسس كنترول ليست والبرميشن والكلام كله. لا، اللي بيحصل كالتالي، الكيرنل بيستدعي الداك ويقول له يا داك الراجل ده عايز ياكسس الفايل دوت، فانا عايز اشوف ايه هي صلاحيات الراجل ده، او ايه هي احتمالات ان الراجل ده ياكسس. فيجي الداك يقول له طب استنى، انا اول حاجه عندي اللي هي البرميشن العاديه اللي احنا اخدناها. تمام، اللي هي كانت مقسمه لجزئين، إيه؟ جزء خاص بالاكسس اللي هي كانت الريد او الرايت او الاكسكيوت او النو برميشن، وجزء خاص بالفئات اللي هو الاونر او الجروب او الاذر، لو انتم فاكرين الكلام ده. طيب جميل جدا، فالكيرنل يروح عامل ايه؟ يبص على اليوزر ده، انت مين مثلا؟ انا علي. يروح يسال عمر، انت عمر؟ لا. يروح يسال الجروب، انت مين في الجروب؟ لا. يبقى كده الراجل ده علي بالنسبه للفايل ده ايه؟ ان هو اي يوزر اللي هو الاذر، خلاص كده.
الكيرنل بتروح تسال الداك تقول له يا داك الراجل ده البرميشن عندك الاذر واخدين ايه مثلا نو برميشن اللي هو مش واخدين حاجه يجي يترد على الراجل ده يقول له نو انت مالكش برميشن لا الكيرنل تقول للداك طب استنى احنا عندنا حاجه ثانيه جميله جدا اسمها الاي سي ال روح ادخل في الاكسس كنترول ليست بتاعت الراجل ده شوف هل يا ترى الراجل ده له امكانيه انه يأكسس الفايل ده والله الكيرنل او الداك بيروح يفتح الاي سي ال ويفتحها زي ما احنا شفنا لو جيت فايل اي سي ال ويدور على الناس اللي جواه موجود اليوزر ده اه يأكسس مش موجود لا ما دام الداك منع خلاص زي الفل مثلا الاكسس كنترول منع خلاص الراجل ده يقول لك هنا بقى فعليا يقول لك برميشن بالنقط تمام طيب فرضا الاذر هنا كانوا واخدين ريد برافو عليك يا خالد والله انت بتاكل ناوي يا خالد مش عارف يعني انا يعني انت رائع انا عارف ان انت مركز والله عارف وعارف ان التوبه دي مش يعني مش عارف يعني بس برضه ما تتوبش طيب جميل جدا طيب جينا لقينا ان الاذر ده واخد ريد خلاص الكيرنل هيسمح للراجل ده اه هيسمح هعمل ايه؟ الداك بيقول ان علي في الاذر والاذر واخدين ريد خلصت تمام جميل جدا ده اللي كان شغال زمان بس الموضوع ده كان بيسبب مشاكل كبيره جدا زمان طب ليه كان بيسبب مشاكل كبيره جدا زمان لان في بعض الفايلات غصب عني وعن اي حد في السيستم لازم الاذر تاخد عليها ريد كانت الاذر لما باخد ريد على الملفات دي كانت بتعمل عندي مشكله طب ايه هي المشكله بقى تعال اقول لك دلوقتي كل الكونفيجريشن فايل بتاعت اي سيرفيس الاذر واخد عليها ريد الداتا فايل كل الاذر واخدين عليها ريد الداتا فايل بتاع السيرفيس الداتا فايل بتاع مين بتاعت السيرفس الاذر واخدين عليها ريد فده كان بيسبب لي مشكله كبيره جدا ازاي يا خالد ان كان ممكن واحد مثلا يروح يفتح البراوزر مثلا الفايرفوكس بتاعك ده براوزر بتفتح بيه الاباتشي تمام ويروح يخليه ينادي على ملفات كونفجريشن بتاعت سيرفس مثلا الميل فيقدر يقرا الملفات بتاعت الميل او يقرا لا يقرا الكونفجريشن بتاع الميل فاقدر اعرف الميل بتاعك الكونفجريشن بتاعك اللي انت عامله ايه هي الاوبشنز اللي انت فاتحها الفيرجن بتاعك ايه بتستخدم ايه بتستخدم انواع انكريبشن ايه وانواع سكيورتي عندك لان ممكن الحجم هي الحاجات ما اصلا قبل ما بيحصل اتاك لازم انا اجمع عندك شويه معلومات اه الداتا بالظبط اللي هي الفوت برينتنج انا بقى بجمع عندك شويه معلومات الاول قبل ما اتاك عليك من ضمنها مثلا ايه نوع السيستم اللي بتستخدمه ايه نوع السيرفيس اللي بتستخدمها ايه نوع الابلكيشن اللي انت مسطبه الفيرجن بتاعه كام ايه الاوبشن اللي انت فاتحها ايه الاوبشن اللي انت مش فاتحها انت فاهم ازاي لان كل الحاجات ديت ممكن يكون في ثغره في الفيرجن فانا استخدم الثغره بتاعت الفيرجن ممكن يكون في ثغره في اوبشن زي مثلا مثال كلنا كنا عارفينه المين سيرفر بتاع الرئاسه حد عارف الموضوع ده كان فاتح حاجه اسمها لوجن ريلي بتاع لا بتاعنا احنا بتاع مصر لا الله ما اعرفش انت عامل كده بس احنا كانت في عندنا موضوع كده من حوالي 8 شهور زمان جدا تمام الموضوع ده كان حاجه كده من حوالي 8 شهور حاجه كده يعني مهزله السنين حته الادمن اللي شغال فاتح حاجه لما ناخد المين سيرفر نعرف ايه هي الريلي او ايه هي الاوبن ريلي او المين ريلي كان فاتح اوبشن اسمه مين ريلي اوبشن جميل اوبشن عادي يعني مكانك ان انت تعمل فورورد ريلي على سيرفر تاني انت فاهم ازاي؟ الاوبشن ده اصلا فيه ثغره الاوبشن نفسه فيه ثغره فالناس بدات تستخدم الثغرات بتاعت السيرفر ده وتبعت منه ايميلات ولا يستقبل الايميلات على السيرفر بتاعه او استقبل الايميلات على السيرفر بتاعه فاللي هو يعني كانت مهزله بس ده فكره ايه اوبشن الادمن فتحه الناس قدرت يعني تستخدمه في حاجه ايه في حاجه يعني معاكسه او حاجه ضدك فالفكره كلها ان انا بعمل ايه بقى ببتدي اجمع معلومات الاول عنك ايه القصه يعني طب ازاي يمنع الكلام ده ازاي يمنع ان الفايرفوكس ما يقدرش يروح يقرا الملفات الكونفيجريشن بتاع الميل ولا عكس ما للاسف ما تقدرش الحل الوحيد عندك ان انت تشيل الاذر طب لو انت طب لو انت شلت الريد من الاذر السيرفيس هتقف
ليه؟ لان انت لو بصيت على الكونفيجريشن بتاع السيرفيس هتلاقي ان الاونر بتاعه روت والجروب بتاعه الفايل نفسه برضه روت. السيرفيس لا هي اونر ولا هي ممبر في الجروب. يبقى كده كده غصب عني وعنك السيرفيس هتروح تاكسس الفايل بصلاحيات مين؟ يعني السيرفيس بتاكسس الفايل بتاعها الكونفيجريشن فايل بتاعها بصلاحيات مين؟ الادر. طب الادر كلهم واخدين ريد غصب عنه عنك بقى لازم هيقروا. الموضوع ده عمل مشاكل كبيره جدا 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 في وزاره الدفاع الامريكيه. فبدا يقول لك لا استنى بقى الموضوع ده يتلغي تماما تمام. فراحت وزاره الدفاع الامريكيه عملت ايه؟ راحت استدعت عندهم ناس اسمهم ان اس اي الناشونال سكيورتي ايجنسي تمام. الناشونال سكيورتي ايجنسي ديت اللي هي وكاله الامن القومي او هي المسؤوله عن السكيورتي تمام في امريكا سواء فيزيكال او لوجيكال اللي هو على مستوى الكمبيوتنج او حتى على مستوى الفيزيكال يعني. جميل جدا. راحت شدتهم كده من اخر تمام. راح الراجل وكاله وزاره الدفاع جابتهم كده حطتهم وقالت لهم بصوا يا جماعه انتوا مش هتخرجوا من هنا الا لما تلاقوا لي حل للموضوع ده. موضوع ان الادر ياخدوا ريد على الفايلات يعني حلهولي. انتوا فاهمين ازاي؟ وقالوا لهم احنا جربنا كل الطرق نشيل الادر نشيل الريد من الادر برضه في مشكله هنعمل ايه؟ فغصب عني وعنك لازم لازم تلاقوا لي حل. فبدات ال ان اس سي عملت ايه؟ عملت ريديزاين او يعني مش ريديزاين يعني بدات تعيد دراسه السيستم من تاني تمام. فلقيت السيستم اصلا السيستم بتاع لينكس كله مكون من ايه؟ مكون من فايلز صح كده؟ ويوزرز شغالين عنده في السيستم يوزرز وجروبس. طبعا الجروبس يعني بارت من اليوزرز والفايلات والدايركتورز بارت من بعض منهم في الاخر واحد. وهاردوير وكمان مين سيرفيس في سيرفيس شغاله وبورتات مفتوحه في السيستم. في حاجه تانية غير كده في السيستم؟ كل حاجه دي كل حاجه في السيستم عندي. لما بداوا يحلوا يعني بصوا الموضوع ده لقوا ان اليوزرز بيروحوا ياكسسوا فايلز بيتعاملوا مع الفايلات والهاردوير برضه بيروح كل هاردوير له فايل خاص بيه علشان يقدر السيستم يتعامل مع يعني يتعامل مع الهاردوير دوت. ولما وصلوا للسيرفيس لقوا ان السيرفيس بيتعامل مع بورتات صح كده؟ وممكن السيرفيس تتعامل مع الفايلز عشان ليها فايلات. فلو ان في الاخر كده ان كل حاجه بتاكسس كل حاجه ترجع للفايلز لا مش بترجع للفايلز يعني هي في الاخر كل حاجه بتاكسس بعض يعني اكسنج الوقت يعني في حاجات تارجت لحاجات ثانيه يعني اليوزر محدش يقدر اليوزر مش تارجت لحد اليوزر التارجت بتاعه هي الفايلات. فلما لقوا الموضوع ده وبداوا يحلوا الموضوع ده راح عملوا لي سكيورتي ميكانيزم جديد خالص اسمه مين؟ اسمه الماك. طب الماك ده بيعمل ايه؟ قال لك ده بيقسم الدنيا بقى بنظام مختلف. ايه هو النظام بتاع الماك بقى؟ يبقى عملوا لي ايه؟ عملوا لي اللي هو الراجل المحترم اللي عندي اللي اسمه الماك، والماك ده متمثل في الاس اي لوكس. وهنفهم دلوقتي حالا. الماك او الاس اي لوكس ده بيعمل ايه؟ قال لك ده بيقسم السيستم لحاجتين. لو احنا هنبص هنلاقي ان القسم عندي خصصوه حاجه اسمها سبجكت وقسم ثاني اسمه اوبجكت فاعل ومفعول. زي ما احنا قلنا عندي حاجات في السيستم وحاجات تارجت لحاجات كله بيأسس بعض تمام. لما مسكوا السبجكت لقوا ان السبجكت ده تحته مين؟ حاجه زي اليوزرز حاجه زي السيرفيس ده سبجكت. لما مسكوا او حاجه زي الهاردوير لما مسكوا الاوبجكت لقوا ان الاوبجكت ده عباره عن فايلز وعباره عن ايه؟ بورتس تمام كده؟ هنلاقي بقى ان ايه؟ اليوزرز بيأكسسوا فايلز، السيرفرز بتأكسس بورتات او فايلز، الهاردوير بيأكسس فايلز برضه تمام كده؟ جميل جدا. عملوا ايه بقى؟ قال لك استنى مش الدنيا ديت هي؟ لما جم يكملوا برضه لقوا ان اليوزرز والسيرفيس برضه في منه انواع. يعني لما مسكوا اليوزرز كده لقوا ان اليوزر ايه؟ في منه حاجه اسمها سيرفيس يوزر. وفي منه كمان يا يسري نورمال يوزر. وفي منه كمان مين؟ روت او ادمن يوزر او سيستم يوزر.
صح؟ لما مثلا السيرفيس، لو ان مثلا في سيرفيس زي ايه؟ زي الصم، حاجه احنا اخدناها، زي الاباتشي، حاجه احنا ان شاء الله هناخدها. يعني وعند بقى السيرفيس اللي احنا هناخدها، الميل سيرفر والدي ان اس والدي اتش اس بي وحاجات كتير جدا. طب احنا ناخد الاباتشي في التراك الجاي. تمام؟ الاباتشي اللي هو سيرفر اللي هو زي الاي اس بتاع مايكروسوفت. طيب جميل جدا. لما مسكنا كمان الفايلز، لقينا ان الفايلات وهي فايلات في الاخر، بس برضه متقسمه يسري لانواع. في فايلات بتاعه السيرفيس، سواء بقى كونفجريشن سواء داتا ايا كان، دي تخص السيرفيس. في فايلات خاصه بالنورمال اليوزرز العاديين، يوزر اسمه علي، شمس، جمال، احمد. في فايلات خاصه بالسيستم اللي هو اليوزر اللي اسمه روت، زي الكومنتس بتاعه الروت اللي محدش يقدر ينفذها غير الروت. فاهم ازاي؟ طب لو من البورتات هتلاقي مثلا في بورت زي 4 4 5، ده بتاع الصمت. بورت زي 80 الاتش بي اللي هو الاباتشي. فاهم ازاي؟ لقوا بقى اللي بيحصل ايه؟ ان الاباتشي فعليا بيتعامل مع الراجل ده، والصمت فعليا بتتعامل مع الراجل ده. بس زمان نظرا لان كل، وطبعا السيرفس الفايلات اللي احنا شايفين كل واحد هيروح ياكسس فايلات، بس نظرا يا يوسف ان كل حاجه الاذر واخد عليها دي، فبالتالي ممكن السيرفس دي تروح تستخدم البورت ده، فتاكسس الفايلات بتاعت الناس ديت، وممكن تاكسس البورت بتاع 25 بتاع الميل سيرفر، فتدخل على الملفات بتاعت الميل سيرفر بطرق معينه. اي نعم الكلام ده ما بيتمش دايركت، بس الناس الهاكرز عارفين ان الموضوع ده سهل جدا. سكريبتيه هبله قوي، اهبل سكريبتيه في الحياه. تمام؟ تقدر تدخل على الكلام ده. طيب احنا عايزين نمنع الكلام ده بقى، يعني عايزين نمنع حاجه زي دي تتم. طيب بص يا عملتنا وزاره الدفاع، مش انتوا جبتونا جبتوا ان اس ايه واحنا ظبطنا سيستم او عملنا يعني اللي هو دراسه، عملنا اعاده دراسه للسيستم بتاعكم او سيستم تاني، لان السيستم في الاخر منقسم بالشكل دوت. جميل جدا. انتوا عايزين بقى تلغوا الاذر، يعني تلغوا موضوع الريت بتاع اللي هو موجود مع الاذر. ايوه صح، جميل جدا. لو انا لغيته دايركت هوقف سيرفيس كتير جدا. طب الغيث ده بصوره جميله بقى تضمن لي ان السيرفيس شغال، لكن استحاله ان اي حد تاني يدخل عليها. قال لك بقى الاس نيوز ده جاي بمبدا جميل جدا، حاجه اسمها الليل لينك. الاس نيوز جاي بحاجه اسمها ايه؟ ليبلنج. يعني ايه ليبلنج ديت يا يسري؟ يعني قال لك بيروح على كل سبجكت ويروح على كل اوبجكت ويحط عليه ليبل معين. مثلا حاجه زي كده، حاجه شبهها زي كده. تمام؟ فانا قال لك اعمل ايه بقى؟ انا هاجي على سيرف اليوزر سيرفيس وهحط عليه ليبل وليكن مثلا اكس، وهحط ليبل على نورمال وليكن زد، وهحط ليبل على بيرسونال وليكن واي، وهحط على صم ليبل مثلا وليكن ايه، والراجل ده هحط عليه مثلا ليبل وليكن بي. ده السبجكت. واروح كمان على الاوبجكت احط عليها ليبل، السيرفيس اديها نفس الليبل بتاعها اكس، والنورمال اديله ايه؟ زد، والراجل ده اديله واي، وده اديله ايه؟ وده كمان اديله ايه؟ جميل جدا. طيب لحد دلوقتي انت لسه ما عملتش حاجه، كل اللي انت عملته ان انت عملت ليه يعني دراسه جديده للسيستم، لقيته ان هو متقسم في الاخر، كله متقسم لسبجكت واوبجكت، السبجكت منه انواع والاوبجكت برضه ايه؟ منه انواع. كل اللي انت عملته انت قلت هتحط ليبل على كل واحد زي الفل. طب وبعدين؟ هروح اجيب بقى الكيرنل الراجل المحترم. تمام؟ وهضيف فيه السوفت وير بتاعنا اللي هو اسمه اس اي لينكس. وهضيف مع الاس اي لينكس مجموعه بوليسي. وهضيف مع الاس اي لينكس ايه؟ مجموعه بوليسي. تمام؟ طيب جميل جدا. قبل بقى ما افعل الاس اي لينكس والبوليسي هيحصل التالي. ان اي يوزر هيروح ياكسس اي فايل، الكيرنل هو اللي هيقف ويروح يدخل الاول على مين؟ على الداك. الداك عامل ايه يا خالد؟ الداك
اخدت منه انت الاثورايزيشن اللي هو قال لك خلاص هات اكسس بصلاحيات الاذر او باونر او بجروب ايا كان المهم ان الاتاك اه بالظبط حسب الصلاحيات الاتاك سمح لك خلاص الكيرنل يقول لك اتفضل قال لك لا استنى الكيرنل هيروح يبص هيلاقي ان هو عنده سكيورتي ميكانيزم تاني اسمه ايه؟ اسمه الماك متمثل في الراجل المحترم اللي هو اسمه الاس اي اكس قال لك بقى لما انت تيجي للاس اي اكس انت بتكون جاي له كده ومعاك اللي هو الاثورايزيشن بتقول له والله يا كيرنل او والله يا اس اي لينكس انا اداك اداني الاكسس صلاحيات الاونر صلاحيات الجروب صلاحيات الاذر يمكن الاس اي اكس يقول لك لا استنى اوكي انت ما دمت جيت لي يبقى انت عديت من اداك خلص اصل لو ده معك انت مش هتوصل لي ما دمت جيت لي انت عديت من اداك انت مش هتاكسس اطلاقا بالصلاحيات اللي اداها لك اداك الا لما تعدي على ليفل تاني من الاكسس طب ايه هو الليفل؟ قال لك ايه هيروح الاس ام سي يقول له ايه؟ يقول له مش دي الاثورايزيشن اللي هو مديها لك انت؟ انت اونر او جروب او اذر وتاخد ليه؟ تاكلها على جنب. اديني الليفل بتاعك. فهنفترض بقى اني عندي سيرفيس هي اللي بتروح تاكسس الفايل. الليفل بتاعها مين؟ اكس. يروح الاس ام اكس يقول له ايه؟ يقول له طب استنى اديني ايه؟ الليفل بتاعك. يقول له انت عايز تروح تاكسس فايل وليكن الفايل ده مثلا يقول له طب استنى عندك يروح الكيرنل او الاس ال لوكس يقول لي ايه يقول للسيستم للفايل ده يا فايل انت الليبل بتاعك ايه يقول له انا الليبل بتاعي واي يروح الاس ال لوكس عامل ايه ينادي على البوليس اللي عنده اللي هي الداتابيز اللي موجوده عنده يقول له يا داتابيز في ليبل اسمه اكس بيحاول يكلم ليبل اسمه واي انت عندك في الداتابيز ما يسمح الاثنين دلوقتي اكسسوا قال لك البوليسي بتقول ايه البوليسي بتقول حاجه واحده فقط لا غير ان الليبلز المختلفه ديناي والليبل المتشابهه اللاود طب ازاي يبقى انت ايه الليبل بتاعك اكس والليبل بتاع سيرفيس دي واي يبقى انت الاكسس اصلا ديناي طب انت لو الليبل بتاعك اكس والفايلات برضو الليبل بتاعها اكس يبقى جراند لان انت في الاخر سيرفيس بتحاول تاكسس ملفات السيرفيس بتاعتك انت فانا كده ضمنت 100% ان الشخص اللي دخل على الفايل ده هو الشخص المطلوب اللي انا عايزه بغض النظر بقى يا خالد عن مين عن موضوع البرميشن البرميشن اتلغت دلوقتي البرميشن بقت وانا هوريكم دلوقتي الكلام ده عملي هدي لكم لفايل تخلي الاذر تاخد عليه ريد ورايت واكسكيوت فول اكسس يعني حتى يعني يعملوا اللي هم عايزينه يفكروا بنفسهم زي ما عايزين ما حدش يقول لهم انتوا بتعملوا ايه تمام وهقفل الاس ان اس هقفل الداك سوري هقفل الماك حاجه اكسس الفايل ده تلاقي الفايل بيتاكسس زي الفل عادي ما فيش داك سوري ما فيش ماك ماك ما مش موجود اللي هو الليبلز وهل اروح مشغل الماك فالراجل لما يجي اكسس يقول له طب هات الليبل يقول له اكس هات الليبل واي الاثنين متشابهين لا امنع هيقول لك فوربيدن برميشن دينايد الليبل ده حاجه ثابته في السيستم معروف ان كل سيرفيس ليها ليبل بكود كذا ولا ده بالظبط لا 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 كل معروفه ان كل سيرفيس ليها ليبل بكود معين هوريك ازاي تقيس الليبلز ممكن احط برضه ان انا لا ما تقدرش لان الليبل ده موجود جوه الداتا بيز اللي في البوليسي نفسها اللي موجوده اصلا جوه الكيرنل نفسها بتاعت المكنه دي بس بتاع المكنه دي بس يعني مكنه ثانيه بحاجه ثانيه مختلفه لا هي نفس الكود بس برضه بس برضه على مكنه ثانيه انا ما حطش عليها اس اس اتش انت تدخل اس اس اتش عادي مفيش مشكله ما هو لو الاس اس اتش بقى الاس اس اتش كل اللي بتعمله انك تفتح لك سيشن ماشي دلوقتي المكنه اللي جايه اللي عليها بقى هناك مكنه الريموت مثلا ده مثلا مفتوح في الاس اي لينكس وانا داخل بالاس اس اتش طيب انا هدخل على السيستم اللي هناك دلوقتي هتدخل على السيستم عادي مفيش مشكله ماليش دعوه بيها خالص الاس اس اتش اصلا مهمتها ايه؟ مهمتها انها تفتح لك سيشن على ماشينه ثانيه بصلاحيات يوزر والباسورد اذا انت اديتها اليوزر نيم والباسورد بتفتحهم لك وبتتعامل على السيستم الثاني بصلاحيات اليوزر والباسورد اللي انت معاك دول على السيستم اللي هناك مش على السيستم ده وفي الاخر برضه وصلت السكيورتي كده كده اخدت اكس اكس بتاعت السيستم اللي هناك بالظبط كده مالهاش دعوه بالسيستم اللي عندك دوت الفكره كلها جايه للاذر جايه عشان احمي الاذر خلاص كده؟
طيب جميل جدا، ده فكره مين البوليسي. فهو دي ملهاش اتاك خالص، ملهاش، دي الحاجه الوحيده حضرتك، الحاجه الوحيده اللي في السيستم اللي ملهاش اتاك. ليه؟ لان دي مجموعه البوليسي كده جايه امبلمنت في الكامل، تمام، بليبلز معينه، سيرفيس كذا هي ليبل كذا، سيرفيس كذا هي ليبل كذا. بس هو اعدل في الليبل ده؟ ايوه تقدر تعدل طبعا، تقدر تعدل، بس مين اللي يعدل؟ ده الروت. ما هو اللي يعدل ده الروت. فعلشان الراجل يعدل ده هو كده داخل بصلاحيات الروت، هو اصلا مش محتاج ده، هو اول ما هيدخل هيوقف الراجل ده، اصل هو روت. اصل كون ان هو وصل روت هو خلاص بيعدل في الكود خلاص. بالظبط كده. كان سؤالك ايه؟ هل تفتكروا؟ طيب جميل جدا، ده فكره مين يا شباب الاس سي اكس. هستاذن بس الباشمهندس هيقفل النور وهوريكم تيست، حاجه بسيطه قوي، بسيطه جدا وهبله قوي قوي قوي. لو انا جيت كده باختصار عملت كده، يا رب انا عايز اعمل عمليه انستول للاتش تي تي بي دي، حصلت بالاتش تي بي سيرفيس، هوقف الاس ال ام اس مؤقتا بس، تمام، اقول له كده يا سيت انفورس اللي هو الاس ال ام اس انا عايزك تنام بعد اذنك دقيقه، وهقول له كده انا عايز تاتش فايل تحت سوري الفار تريبل دبليو اتش تي ام ال، ده المكان بتاع الداتا بتاع السيرفيس ديت، هكريت فايل ولكن اسمه تيست دوت تكست، واحط فيه فايل كده كونتنت معين، واقول له كده سيستم كنترول انا عايزك تعمل لي ريستارت لل اتش تي تي بي دي، وراح افتح الفايرفوكس كده اشوف بس الاي دي بتاع الماشين قد ايه. ماشي ممكن اسهل يعني. لو انا جيت حطيت الاي بي بعد كده سلاش، استنى قبل ما افتح بص كده، قالوا سي اتش كون داش تي اف تي بي، احط ليبل اسم بتاع الاف تي بي اندرسكور تي سوري على الفايل اللي هو بار دبليو اشتغل، اقول له كده تشينج مود 3 سبعات للفايل ده، عارفين يعني ايه 3 سبعات؟ 3 سبعات، شايفين الفايل؟ يا حد يقدر يعمل اللي هو عاوزه. لو انا جيت كده قلت له يا براوزر عايزك تنادلي على الفايل اسمه تيست دوت تكست، عمل ايه؟ عمل ريد للفايل او اخد البرميشن بتاعتك اللي هي ريد. طب انت تريد وتعدل وتعمل اي حاجه زي لو انت معاك ابلكيشن غير الفايرفوكس عشان تقدر تعدل، لان الفايرفوكس بيريد بس، تمام. طيب جميل جدا، بص انا كل اللي انا هعمله، طبعا بص انا بعمل ريفريش اهوت، ريفريش الصفحه عمال ايه تجيب لي ريد زي ما هي. بص كل اللي انا هعمله هقول له يا سيت انفورس انا عايز اشغل الاس ال ام سي تاني او انهولي، كل اللي انا هعمله هاجي هنا بس واقول له ريفريش. شايفين اللي حصل ايه؟ ملوش دعوه بقى البرميشن، ملوش دعوه ان انت الاذر واخدين ريد ورايت واكسكيوت، ملوش دعوه الكلام ده، هو انتهت. ده قال له استنى بالراحه خالص كده، انت يوزر جاي لي من الاذر، جاي لي عن طريق الراجل المحترم اللي اسمه الاباتشي. الاباتشي له له ليبل معين اسمه اتش تي تي بي، انت جاي تاكسس فايل، الفايل ده اسمه تيسلو تكست، ده مش بتاعك انت، ده بتاع حد تاني. طب انت عرفت منين؟ هقول له كده علشان هو عامل كده، لقى ان الفايل في الاخر ايه؟ انت بتحاول، انت يوزر جاي لي على فايل والفايل ده ملوش ليبل. هو بالظبط شبه الفايل رول بس على البرميشن. بس ده بقى حاجه ثانيه افجر، ده اصلا الاس ال اس ده جاي عشان بوابه بعد الفايل رول، حمايه بقى، ده حمايه بقى ورا الفايرول كمان. ليه بقى؟ لان انت الفايرول انت لو عدى من بوت مع بوتس بالظبط. انا جاي لي يوزر من بره وقدر يتاك، انا غصب عني لازم افتح البورت بتاع السيرفس غصب عني، اصل انا لو ما فتحتش البورت مش السيرفس بتاعتي مش هتشتغل.
بالظبط. فهو كده كده يعني البورت ده الغصب عني يا يسرا لازم اسيبه مفتوح او لازم افتحه، او ممكن امنع ناس معينه، بس هو ممكن يجي لي من الناس اللي مسموح لهم، صح ولا ايه؟ طب لو جاني الفارون يقول له اتفضل شبيك له بيك، طب ايه اللي بعد كده؟ الفارون مش دعوه. اه في واحد بقى واقف ورا الفارون، استنى انت جاي من بره، تعال من الفارون مفيش مشكله، على فكره الفارون ده بعد ذاك بس انا ما قلتوش عشان احنا لسه ما خدناش فارون، فاهم ازاي؟ انا ماشي اوكي مفيش مشكله انت عديت، بس انا بتعامل بنظام تاني خالص. ليبلز، اديني الليبل بتاعك، اديني الليبل بتاع الفايل اللي انت عايز تاكسسه، الاثنين متشابهين اوكي اكسس، الاثنين مختلفين لا، هرجع لكم الليبل تاني، هرجع الليبل بس وهشوف الراجل ده هياكسس ولا لا. هاجي هنا كده اقول له تشينج كوم داش تي اتش تي تي بي دي اندر سكور تي للراجل ده. ماشي مفيش مشكلة، اقول له كده ريستور كون فيش ار ال اس، رجعته تاني ايه ل اتش تي تي بي، تمام رجعت الليبل بس انا ما غيرتش بالميشن، انا ما اتعاملتش مع البرميشن خالص، انا اتعامل مع الليبل. لو جيت ريفرش اشتغل تمام كده يا شباب. ده مين؟ ده باختصار الاس ال اس، ده اعلى لاير في السكيورتي في اللينكس، واقوى لاير في اللينكس او اقوى لاير في السكيورتي. لا تقول لي بقى فاير وول، تقول لي اي حاجه اتفضل. بس حضرتك لما حطيت الليبل دلوقتي اديت انت الليبل اتش تي بي، اه ده له حاجه ثانيه بالظبط، دي له حاجه ثانيه، ممكن ادي له حاجه ثانيه واقراها. لا ما هو زي ما قلت لك الوحيد اللي يقدر يدي الليبل هو بس، وكون ان الراجل هيقدر يدي الليبل فده بقى روت، كون ان هو اصلا يوصل روت لا في لا داك ولا ماك ولا اي حاجه خالص ولا الكلام ده كله ريموت، يعني لو قعدت على المكنه ولا لو ملوك برضه ملوك. طب انا ممكن من بره خالص اغير بس بتاع الروت بقى، ما خدنا وركبنا بس ده مش شرط بقى فيزيكال. اه انا مش كده بقول لك، لو قعدت على المكنه خلاص. لا اصل بص اقول لك، لو الشخص نفسه وصل المكنه فيزيكال بس برضه انت هيكون عليك لوب. اللوم ايه هو بقى؟ انا كنت طلبت منكم تصريح تقريبا ما حدش عمل فيها حاجه، قلت لكم ازاي انتوا تسكيور الجراب، وقلت لكم كده سيرشوا على هاو تو سكيور جراب، عشان لو الراجل قدر، لو انا قدرت ان انا اوصل لل، لو انا قدرت ان انا اوصل لل للجهاز فيزيكال بالظبط مش هقدر اعمل حاجه، يبقى انت عندك السكيورتيز على الجراب، انت ممكن تعمل سكيورتي على المذر بورد نفسها بس ديت، او على الهاردوير بس ديها عديها اشيل الهاردوير بس وخلصت لها وبرميها وخلصت، لكن عايزك تعمل سكيورتي اعلى. فهي بص كل حاجه ليها السكيورتي بتاعتها، بس انا بتكلم ايه؟ بتكلم لو الراجل قاعد عندك بس كيوزر عادي او جاي لي من بره انتهت، ليه ولازم متشابهه وفيها تاكس زي ما انتم شفتوا كده بالظبط. الموضوع حمايه عاليه جدا، عايز اقول لكم ان جميع المؤسسات العسكريه في على مستوى العالم بتستخدم الراجل اللي اسمه ليسي مستر، جميع المؤسسات العسكريه، المؤسسات العسكريه بتعتمد او بتعتمد على الراجل ده بشكل اساسي بشكل اساسي. طيب جميل جدا، ده باختصار الميكانيزم يا شباب بتعميم بتاع الاس ام اس. واحنا ليه جالنا؟ خلي بالكم الاس ام اس هو مشروع وزاره الدفاع الامريكيه، تمام؟ طبعا وزاره الدفاع الامريكيه المين سيستم بتاعهم يا يسري ايه؟ ريد هات، السيستم الاساسي بتاع وزاره الدفاع عندهم ريد هات. فهم لما الام اس عملت الامبلمنتيشن دوت طبعا عملته على مين؟ على السيستم بتاع ريد هات. طيب فراحت ريد هات عملت ايه؟ قالت لهم يا جماعه والله السيستم ده بتاعنا واحنا اكثر ناس فاهمينه، فاحنا اللي هنعمل لكم اللي كنتوا بتدفعوا عليكم انتوا كده 100% ان انتوا وصلتوا للمرحله دي، احنا بقى اللي هنكملها. ريد هات هي اللي اخذت الاس لوكس وهي اللي كملت فيه. وريد هات دلوقتي هي الرائده رقم واحد على مستوى العالم في موضوع الاس لوكس. زي ما قلت لكم جميع وزارات الدفاعات على مستوى العالم استخدم ريد هات كالمين اوبريتنج سيستم بتاعهم، استخدم الاس لوكس كالمين سكيورتي ميكانيزم بتاعهم. تمام؟ الاس لوكس موجود على رشاك ثانية وبونتو كده عليها اس لينكس برضه؟ اه ده اس لينكس بتاع ريد هات، هو اصلا بتاع ريد هات، تمام؟ بس كل الديستريبيوشنز الثانيه بتوقفه. لو شغلته انت بتروح تضطر تداونلود الليبلز والبوليسي بتاعت ريد هات. هم مش عاملين له اي حاجه. يعني هي الداتا اللي كاتبه كل حاجه دي. طيب جميل جدا، ده باختصار كده يا شباب مين الاس لينكس؟ فكرته باختصار جه ليه؟ ايه الهدف منه؟ هدف منه عشان اي حاجه الادر كانت واخده عليها ريد كانت بيعمل لي فيها مشكله. بدأوا يعملوا
ميكانيزم جديد خالص للسكيورتي اسمه ماك اللي هو مانداتوري اكسس كنترول. تمام. الراجل ده بيعتمد على الليبلنج، على الليبلز. اهم حاجه عنده الليبلز، بيليبل اي حاجه، بيليبل كل حاجه عنده في السيستم. تمام. وبيجيب سيرفيس او ابلكيشن محترم اسمه اس لينكس، والاس لينكس شغال ببوليسي معينه، والبوليسي دي بقى هي اللي بتقول اسمح او ما اسمحش، اسمح او ما اسمحش ان هي دي الداتا بيس. هي الفكره ان هو يعني الاس لينكس ده معناه ان هو ابلكيشن فيليا فيليا. لا ليه؟ عشان هو امبلمنتد في الكيرنل، يعني بقى جزء من الكيرنل. ابلكيشن لا، يعني ابلكيشن جزء من الكيرنل. ابلكيشن جزء من الكيرنل. يعني انت لما تنزل سيستم هو غصب عنك، هو موجود، هو في الكيرنل. حتى لو نزلت المينيمال سيستم هو في الكيرنل نفسه. فعشان كده لما بتعمل له انيبل او ديسيبل ده الوحيد. يعني هو مثلا زي كده هم كده يعتبر؟ زي كده هم بالظبط كده. ده الوحيد، دي الحاجه الوحيده يا شباب يا خالد اللي بتحتاج ريستارت بعد تعديلها. ما احنا ما عندناش اي حاجه خالص، ما في ما عندناش اي حاجه خالص في لينكس بتحتاج ريبوت للسيستم. ما فيش اي حاجه بتحتاج ريبوت الا الاس لينكس. عارف لو انت نزلت كيرنل جديده فيها طريقه ان انت بتسويتش السيستم من الكيرنل القديمه للكيرنل الجديده، زي بالظبط ما عملنا سويتش من الكيرنل للاوبريتنج سيستم وانت شغال لايف، امر بيرميك وخلصت على كده. لكن الاس لينكس تحديدا ده بص ما فيهوش هزار. انت موقفه عايز تشغله ريستارت الجهاز، انت مشغله عايز توقفه برضه لازم تريستارت الجهاز لان هو في الكيرنل. لا ده انيبل وديسيبل بيرمننت بتاع ران تايم مؤقت. يعني حتى لو عملت له سيركت فورس زيرو بعد فتره هيرجع تاني انيبل لوحده؟ لا هو يفضل زيرو بس. يعني ران تايم طول ما الجهاز بتاعك شغال. ما هو البرميسيف والديسيبل ينفع تسويتش ما بينهم، سوري البرميسيف والانفورسنج اللي هو سيركت فورس زيرو واحد. ده الوحيدين بس اللي ينفع تسويتش ما بينهم في السيستم وهو شغال. هو والاثنين شغالين. الاثنين اصلا الاس لينكس شغال، بس في الاول الاس لينكس شغال وبينفورس، الثاني الاس لينكس شغال بس عامل نفسه من بنها. يعني هو شغال، هنشوفه دلوقتي حالا لما هناخد المودز، هو شغال بس مش هيبنى. انت فاهم ازاي؟ هنعرف ليه دلوقتي حالا. لكن لما بتكلم بقى الديسيبل نفسها ستوب خالص. ما هو يا اما ستوب يا اما بالنسب او ديسيبل، الاثنين دول بيعتبروا واحد وده واحد ثاني خالص منفصل. فلو ده من الاثنين دولت لازم ريبوت، ولو من الاثنين دولت لده ريبوت، لكن من ده لا عادي وانت شغال. بس ما ينفعش لو انت ديسيبل تروح لاي واحد من الاثنين دول. اي عصر. خلاص كده؟ طيب جميل جدا. ده كده يا شباب باختصار الاس لينكس ميكانيزم او اللي هو فكرته قايمه عليه. ناخد بقى المودز بتاعته وازاي نوقفه او شغله اللي هو اللي علينا بس دلوقتي في التراك دوت. تمام؟ جميل جدا. اول حاجه الاسيبس حاجه من ثلاثه، يا يشتغل يا ما يشتغلش، يا يشتغل بس ما يشتغلش. يا يشتغل يا ما يشتغلش، يا يشتغل بس ما يشتغلش، يعني الاثنين كده مع بعض. يعني بيستهبل. طيب ازاي الكلام ده؟ هقول لك بقى المودز بتاع الراجل ده هما ثلاثه. يا اما الراجل ده انفورسنج، يا اما الراجل ده شغال بيرميسيف، يا اما الراجل ده شغال ديسيبل. في الانفورسنج الاس لينكس شغال، البوليسي موجود، تمام، الاكسس هيكون بيست اون ليف بلس لوس. اي حاجه هتتم هيحصل عندي لوس. نروح بقى للديسيبل كده. الديسيبل مفيش اس لوس. مفيش بوليسي. اكسس هيعتمد اون ذلك. أو البرميشن نو لوكس. خلاص يبقى هنا الاس لوكس شغال وزي الفل، البوليسي موجوده وزي الفل، الاكسس هيعتمد على الليبل. لو الليبل بتاعك متشابه الاكسس، لو الليبل مختلف مش الاكسس، والسيستم هيعمل لك لوكس. تمام. لكن
في الديسيبل والله اصلا الاس ام اس مش موجود، هو غايب واخد اجازه، والبوليسي كمان مش موجوده واخد اجازه. الاكسس هيعتمد على الداك، اي حاجه الاقدر ارد عليها ريد خلصت، ما فيهاش لعب ديت، ومش هيسجل، ما فيش لوبس. تمام. طيب نيجي بقى للبرميسيف. الاس ريمكس هيطلع لك رسائل تحذيريه بس، ريد وورنز. يبقى الاس ريمكس، استنى، الاس ريمكس شغال والبوليس موجود. الاكسس هيعتمد على الداك، والله يعني لو الداك سمح لي اكسس، لو الداك سمح لك اكسس مفيش مشكله خالص. وهنا لوز. دولت الفروقات ما بين الثلاثه. خلي بالكم ان انتوا بصيتوا هتلاقوا ان تقريبا الديسيبلد زي البرميسيف في حاله الاكسس. لو بصيتوا هتلاقوا ان الديسيبلد زي البرميسيف في حاله الاكسس بس. يعني الراجل اللي رايح ياكسس الفايل هيوصل له. الليفل المتشابه الليفل المختلف هيوصل له. زي ما احنا شفنا كده في حالتنا المستقصد. اللي هو سيت انفورس. تمام؟ طيب. لما هو اصلا يبقى اصبح دلوقتي حاجه من اثنين، يا تتمنع يا يتسمح لك. البرميسيف والديسيبلد بيسمحوا، البرميسيف والديسيبلد بيسمحوا، الانفورسنج بس هو اللي بيمنع. طب لما هو يا اما اتمنع يا اما اتسمح، ليه اثنين؟ هو الفرق بينهم هو اللي بيبوظ، هو لا مش الريبوت، الفرق بينهم اللوكس. بص انت كان معايا كده، انت عندك محل مجوهرات ومركب فيه كاميرات مراقبه وسايب الباب مفتوح، هتتسرق ولا لا؟ هتتسرق صح؟ بس الكاميرات هتسجل. الكاميرات ما منعتش السرقه لكنها سجلت. طب نفس 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 المثال، عندك المحل ومفتوح بس ما فيش كاميرات، هيتسرق في الحالتين، هيتسرق هنا هيتسرق وهنا هيتسرق، الفرق بس ان الكاميرا سجلت. نفس الفكره، هنا هتاكسس، هنا هتاكسس، لكن هنا هيسجل لوكس بس مش همنعك، لكن هنا مش هسجل. طب هستفيد بيها ايه اللوكس ده؟ ما هو الراجل ممكن يمسح اللوكس وهو طالع. هقول لك لا، ما انت يا باشا مش هتخلي المود ده في البرودكشن. لا مش هتخلي اللوكس جوه المكنه، ممكن اوديها على مكنه ثانيه، ممكن يروح، ممكن احط له معاينه يطلع على المكنه الثانيه. الفكرة ايه بقى؟ الفكرة هي دي طريقة، بس هنا اصلا المود ده معمول لحاجة تانية خالص. انت في البرودكشن يا اما تخليه انفورسنج يا اما تخليه ديسيبلز على حسب الابلكيشنز اللي انت شغال بيها او على حسب الكونديشن بتاع البرودكشن اللي انت شغال فيه. جميل جدا. امال في النص ده قال لك ده ما ينفعش البرودكشن، ما ينفعش البرودكشن، ده معمول لسببين فقط لا غير يا خالد. معمول علشان الترابل شوت، لو انا عندي مشكله وبحاول احلها، وانت بتترابل شوت مهم جدا ان انت يتسمح لك في كل الحالات لكن ما تتمنعش. مهم جدا ان انت ما تتمنعش بس تعرف ايه اللي حصل. تاني حاجه، لو انت بتبنت ليبل جديد، نيو ليبل بقى، لو انت بتكتب ليبل جديد في السيستم فانت هتضيفه جوه الداتا بيز او جوه البوليس، ممكن الليبل ده يتعارض مع ليبلز ثانيه موجوده. فمهم جدا برضه يا خالد، انت بتكتب ليبل جديد، الراجل ده يبقى شغال بيرميسيف، يبقى شغال، انت فاهم ازاي؟ الليبلز مش هيعتمد عليها لكنه هيطلع لك رسائل تحذيريه. هيقول لك ان ليبل اسمه اكس، وليبل اسمه انت الاكس اللي انت اسمه اكس ده انت اللي كتبته، عمل تعارض او عمل كونفليكت مع ليبل اسمه واي، لذلك انا منعت.
تعرف ان اكس ده اللي انا كاتبه ده في مشكله بيعمل معارض معاه، تبتدي تعيد كتابه تاني لحد ما توصل لمرحله ان الايميل ده بقى زي الفل. وكمان وانت بتضرب شوط، لو انت بتضرب شوط اغلب بتضرب شوط بيتم ريموت ريموتلي، وانت بتكونكت ريموتلي على الماشينه، فانا عايز وانا بكونكت ريموتلي ما تمنعش، وعايز وانا بضرب شوط سيرفيس كمان برضه ما تمنعش. يعني ما انا لو تمنعت مش هقدر احل المشكله، وفي نفس الوقت كمان مش عايز ابقى هنا لان هنا هحل المشكله وانا مش عارف سببت مشاكل ايه تاني. ممكن احل مشكله وتسبب لي مشكله تاني، المشكله تانية انا مش عارفها لان مفيش لوبس، لكن هنا انا عايز هنا اي مشكله احلها اعرف ايه اللي حصل، لان الراجل ده بيديني لوبس. حليت المشكله بس يقول لي انت عندك مشكله تاني او في مشكله تانية حصلت، هي مش هيمنعها بس هيحذرك بس. يبقى دي المود بتاعت دينا شباب بتاعت الاس ال. اللي عليا ايه بقى؟ اللي عليا ايه؟ اللي عليك تعرف زي ما احنا قلنا ايه هو الاس ال وشغال ازاي وايه الميكانيزم بتاعه. فاهم ان احنا خدناه زي كده. الجزئيه الثانيه يا يسري المودز بتاعته ايه؟ ايه الحالات اللي الاس ال بيشتغل فيها وامتى استخدم كل واحده منهم؟ تمام؟ ازاي بقى ان انا اغير الحالات ديت؟ ازاي انا اغيرها سواء ران تايم او سواء بيرنا؟ دي اخر حاجتين. اول حاجه الاس لينكس ليه كونفيجريشن فايل، الكونفيجريشن فايل بتاعه موجود جوه الاي تي سي جوه اس لينكس جوه حاجه اسمها كونفيج. ده المصادر بتاع الكونفيجريشن فايل. تمام؟ خلينا دخلنا كده على الكونفيجريشن فايل. لو انتوا زي ما انتوا كده شايفين الراجل ده بيقول والله ده الاس لينكس. تمام؟ ممكن انت تكنترول الاس لينكس على السيستم بتاعك باحدى هذه الحالات الثلاثه. اما ان الراجل ده يبقى انفورسنج الاس لينكس هيمنع. اما ان انت تبقى بيرميسيف الاس لينكس هيطلع لك رسائل تحذيريه فقط بدلا من ان هو يمنعك. تمام؟ اما ان انت تبقى ديسيبل مفيش لا اس لينكس ولا في بوليسي. زي ما احنا قلنا كده بالظبط. طبعا هنا السيستم عامله ايه انفورسنج؟ في الامتحان بقى ده قاعد عليه في الامتحان. بيقول لك سيت الاس لينكس ان انفورسنج مود او ان بيرميسيف مود، اي مود على حسب بقى. كل انت بتعمله تدخل جوه الكونفيجريشن فايل وتعمل ايه؟ تقول له كده والله هو انفورسنج وعايز بيرميسيف، خلاص امسح الراجل ده وقول له انا عايزه بيرميسيف. هو بيرميسيف وعايزك انفورسنج، اكتبه انفورسنج مفيش مشكله خالص. تمام؟ وتسيف وتخرج. يبقى ده ازاي انت تغير الراجل ده بيرمننت. طب ازاي ان انا اغيره ران تايم؟ والله عندك في امر جميل جدا، في سيت انفورس صفر او واحد وفي امر اسمه بت انفورس. لو جيت اقول كده بس جيت انفورس دي البوليسي. وانا اتكلم عنها في التراك التالت بقى ايه البوليسي واشكال البوليسي ايه والليبرز وتعامل البوليسي مع الليبر بيكون ايه في التراك التالت. تمام؟ طيب لان احنا عارف التراك التالت بقى ازاي ان احنا نغير الليبل. ازاي نغير الليبل؟ حالة ان انا لو غيرت الكونسيبت ده وخليتها ديسيبل لازم ريبوت بالظبط كده. انها الكونسيبت لا الاثنين دول لا. تمام؟ بس خلي بالك لو انت هتخليه انفورس لازم انت لو انت هتخليه انفورس او بيرميسيف وهو كان ديسيبلد لازم تريبوت. تمام؟ طيب ركزوا معايا يا شباب. انا جيت قلت له جيت انفورس راح قال لي ايه؟ والله الراجل ده انفورسنج. هو شغال وهيمنع وزي الفل. تمام؟ طب لو عايز اغيره اقول له كده سيت انفورس واقول له كده زيرو. لو جيت اقول له جيت انفورس قال لي ده بقى بيرميسيف. طب لو جيت اقول له كده سيت انفورس بواحد ده معناه بخليه بقيت انفورسنج. تمام؟ في عندي امر بقى جميل جدا، بص كده جيت انفورس بيقول لي هو ايه؟ في عندي امر بقى اسمه اس اي ستاتوس. ده بقى اكبر شويه. اول حاجه بيقول لي حاله الاس لينكس ايه؟ واللي انيبلد مكان الفايل سيستم بتاعه مكان الكونفيجريشن فايل بتاعته فين بعد كده نوع البوليسي اللي انت بتستخدمها بعد كده الكرنت مود المود الحالي اللي انا شغال عليه دلوقتي بعد كده دي مهمه جدا المود فروم كونفيج فايل المود فروم كونفيج فايل اللي هو المقصود بيه المود اللي هيبقى يشتغل بعد الريستارت اللي هو الاساسي بعد كده قال لي في بوليس عندنا اسمها ام ال اس وانا اعرف الام ال اس وحالتها موجوده. بعد كده بيقول لك البوليس هتعمل حاجه اسمها ديناي للانون الحاجات اللي هي الانون هتعملها ديناي. طبعا طبعا شفتوا انتوا اللي هو ان ليبلد الفايل اللي هو كان ان ليبلد اتمنع.
تمام. بعد كده الفيرجن اللي انت بتستخدمه 28 اس ال اس اس تي بس هو جيت انفورس بس اكستندبل اكتر او بيدي معلش الليبل في الحاله دي لازم يكون السينتاكس بتاعه اندرسكور صح بالظبط كده عشان يبقى زي الدنايه بالظبط اندرسكور يبقى ليترز اندرسكور ليترز بالظبط بالظبط كده تمام كده يا شباب. ده كده مين ده كده الاس ال ده اللي عليك لحد دلوقتي تمام. الاس ال موضوع خطير جدا خطير بكل ما تعني الكلمه المعنى تمام كده يا خالد. والاس ال قليل جدا 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 اللي بيعرفوه وقليل جدا جدا اللي بيفهمه وقليل جدا 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 اللي بيتعاملوا بيه او بيتعاملوا معاه واللي عارفين الكلام ده واللي عارفين بقى حاجات ادفانس عنه تمام. طيب بس مهم جدا جدا لاي سيستم ادمن وعلى فكره هو يعني تراك من ضمن تراكات السكيورتي ده تراك انت لو دخلت على تراكات الترددات هتلاقي من ضمنهم الاس ال اس لان ده حاجه مانداتوري حاجه كده اساسيه. طيب جميل جدا يا رب بس تكونوا فهمتوا الاس ال اس عشان الاس ال اس ده من 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 اصعب الحاجات اللي الناس بتقابلها يعني الناس بتقابلها في طريقه فهمها يعني او في طريقه التعامل معاه. هي الناس فاهمه حاجه معينه ان لو حصل اي ايرور اعمل سيت انفورس زيرو وكل حاجه هتتصلح. انت فاهم ازاي؟ لو حصل اي ايرور لو حصل اي ايرور اعمل سيت انفورس زيرو هتتصلح. هو ازاي هو مش فاهم؟ هو مش فاهم. والله انا كنت بتعامل مع ناس في شركه محترمه جدا جدا عندها اكتر من 10,000 عميل شغالين لينكس بس التيم بتاعهم كنت بديله كورس ما يعرفوش حاجه عن الاس ال اكس. الاس ال اكس ده بالنسبه لهم اللي يعرفوه عن الاس ال اكس حاجتين فقط اني انا ادخل جوه الفايل اخليه ديسيبل وريبوت السيستم بس ده اللي يعرفه. طب ليه؟ هو ما يعرفش هو بيعمل كده عشان السيستم بتاعي يشتغل. اه والله العظيم ناس خبره يعني كنت بتاع اقل واحد في 4 سنين والله اقل واحد في 4 سنين يعني انا 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 صعقت والله بقى انا صعقت يعني الناس عمالين يديروا معايا يعني بيكمبيتوا معايا جامد جدا في في, في 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 الشغل كله جمع عند الحته دي النهارده هناخد اس لينكس انا لقيتهم مبسوطين الموضوع خلص انت فاهم ازاي؟ فبقول لهم اللي تعرفوه عن السيلز قال والله ده في فايل معين بندخل عليه بنخليه ديسيبل وبنريستارت الجهاز. طب ليه؟ عشان كل حاجه تشتغل عندنا. طب ليه؟ عشان هي الابلكيشنز اللي احنا بنشتغل عليها بتريكومند كده. هم بقى كانوا عايزين يعرفوا هي ليه بتريكومند كده؟ يعني كان لما يعني لما بصوا على الاس ال اكس موضوع حلو اخيرا هنعرف ليه بنعمل ديسيبل. اتضح بعد كده ان هم كانوا بيعملوا كارثه سودا في السيستم. عشان كده انا قاعد قلت الابلكيشن بتريكومند كده طب ازاي؟ يعني هي الابلكيشن بتريكومند ان انت تاخد سيف الحمايه بتاعتك. ايوه ايوه في ابلكيشن بتقول لك والله مش هشتغل بس ان انا اشتغل عشان اشتغل لكن بعد كده ارجعه تاني هناك مش يعني هي بغض النظر بقى يعني في ابلكيشن بتقول لك لازم يبقى مقفول مدى الحياه. لا يعني حتى لو عملت لها ليبل لا لو عملت لها ليبل يبقى كده انت زي الفل. ليه؟ عشان الابلكيشن ده ما هو مش عامل لنفسه ليبل. فمش عامل الناس ليبل فانت لو شغلته الاس ال اس هيمنع ان الابلكيشن ياكسس الملفات بتاعته. ما فيش طريقه اوتوماتيك ان هو يعمل ليبل. ما فيش لازم احنا عملنا اوتو ري ليبل. انت اوتو ري ليبل علشان بتقول للسيستم اي فايل يتغير روح حط له الليبل بتاعك. وهو عنده داتا بيس متخزن فيها كل الفايلات بكل الليبلز بتاعتها. هو مش بيحط له ليبل جديد لا ده بيجيب له ليبل من الداتا بيس بتاعته. بالظبط كده. خلاص كده يا شباب ده كده باختصار كل ما يخص الاس اي ده برودكشن هيبقى في كل حاجه. ايوه طبعا هيبقى بس خليني بقول لك على حاجه لو قدرت تتعامل معاه وتفهمه هتحس بمتعه غير عاديه. تمام. وخليني اقول لكم حاجه برده للاضافه يعني هو الاس ال اكس الداتا اللي موجوده الافيلابل لنا عنه تكاد تكون منعدمه يعني او 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 بسيطه جدا جدا علشان انت تريتش النولج بتاعتك. ما هو وزاره الدفاع الامريكيه هتديك السر بتاعها. لا هو مش السر بتاعها ده بتاع الهيئات واللي بتاع عملنا له كورس. ايوه بس انا استغربت ان هم ادوه اصلا للهيئات. لا 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 ده سكيورتي ميكانيزم وهو ما فيهوش ملوش اتاك.
دي حاجه اصلا من ساعه ما تعملها انت لحد النهارده محق يعني هي ملهاش اتاك انت فاهم ازاي محدش يقدر يعملها اتاك بس خليني اقول لك يعني هو لو دخلتوا التشانل بتاعتي على اليوتيوب ما اعرفش حد يعرفها ولا لا هتلاقوا انا شرح فيديوهات للاس سيليوس عامل اربع محاضرات للاس سيليوس عامل كورس خاص بيه تمام دايس في حاجات كتير جدا جدا يعني اللي انا قلته ده في نص محاضره من الاربع محاضرات الموجودين هتسمعها يعني انت لو دخلت على اليوتيوب بنفس الميل بتاعي او انا ما اعرفش هي كابتن جاك بس كابتن جاك ايه كان كابتن جاك 50 بس هو عامة لو عملت سيرش في اس لينكس جمال محمد هيعرف ولو عملت اس لينكس اس لينكس جمال محمد هتلاقي بس جمال محمد عشان انا ليا طريقه معينه في الكتابه باسمي انا ايه من ايه وضب الالف زي اللي على الفيس بالظبط تمام او تدخل على الايميل دوت جمال ام 2041 @gmail ده لو كتبت الميل ده في اليوتيوب هتدخل على الشانل على طول عندها هتلاقي كورس خاص بالاس لينكس ده بقى فيه كل حاجه ممكن انت تحلم بيها عن الاس لينكس لان هو حاجه جباره حاجه فعلا تستدعي ان كلنا لازم نعرف التول ديت يعني عايز اقول لكم والله بامانه كمان يعني رحت عملت انترفيوهات في شركات محترمه لما كنت يعني بقعد اعمل انترفيو مع الناس الحمد لله كنت بتجاوب معاهم جدا جدا يعني فكانوا بيحاولوا بقى ايه طب ارميه لنا بقى في حته الاس ام اس تعالى ايه اللي تعرفه عن الاس ام اس هم متخيلين اللي هو بقول له سيت انفورس 0 سيت انفورس 1 لا عايز تعرف ايه عن الاس ام اس يعني انت بتقول لي تعرف ايه عن الاس ام اس انا اعرف كل حاجه تقول له اللي انا اعرفه عن الاس ام اس كل حاجه اعرفها لحد ان انا ابلد ليبل بايدي انا اصلا كاتب ليبلز بايدي بس فقلت له انت ايه اللي عايز تعرفه؟ يعني كل حاجه كان بيسالني كنت بجاوب لكن لما جاء عند الحته دي تحليل قلت له حدد انت عايز تعرف ايه؟ عايز تعرف الميكانيزم بتاعه شغال ازاي ولا الليبلز شغاله ازاي ولا المودز بتاعته ايه ولا ايه هي البوليسي وانواعها وكل بوليسي بتتعامل مع كل ليبل ازاي ولا ازاي انت تغير الليبلز ولا ازاي انت تتعامل مع البورتات الليبلز بتاع البورتات ولا ازاي انت تتعامل مع البورتات الليبلز بتاع السيرفيس ولا ازاي انت تكتب ليبل لبورت او لسيرفيس او تكتب ليبل لسبجكت او لاوبجكت تمام ازاي؟ فهو الموضوع بتاعه فعلا محترم جدا 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 يعني. والله بامانه اكسبت. و لا 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 اكسبت والله الحمد لله بس انا الظروف يعني والباكج اللي هم كانوا مقدمينها ما كانتش يعني ما كانتش هي اللي تغريني يعني هي اللي تخليني اسيب المكان اللي انا فيه واروح عامه انا لما بيجيني انا عندي قاعده لما بيجيني اي انترفيو ما برفضوش اي انترفيو في اي مكان ما برفضوش انا بروح مش رايح علشان اموف لان انا المكان اللي انا فيه يعني لا اعتقد ان مكان بره هيديني اللي انا باخده في المكان اللي انا بشتغل فيه بس انا مش رايح علشان عشان اشتغل انا رايح ولا رايح علشان اتست ولا اعرف الشخص اللي قدامي ان انا فت والشخص اللي ما فيش زيه انا رايح لسبب واحد بس ان الراجل اللي بيعمل معايا الانترفيو ده ممكن يديني سؤال او ممكن يقول حاجه او ممكن يقول لي على تكنولوجيا معينه الشركه بتستخدمها انا ما اعرفهاش فدي بقى تفيدني اطلع بره بقى اطلع بره اطلع بره اذاكرها اطلع بره اعرفها الناس بتروح تعمل لا يعني مش لا يعني مش بس هي الفكره كلها فعلا انا مبدئي في الانترفيو عشان اروح استفيد في كل مره في كل مره اكيد يعني بعرف معلومه جديده بعرف تفكير يعني طريقه تفكير بس ليس الا ده في ناس احيانا بتروح الانترفيوهات وتاكسس مكان علشان الشركه الثانيه بتكون هي بعدهم خلاص كده انا هوقف بقى الفيديو بتاع لسه اليوم حد عايز يسال حاجه فيه حد عايز يسأل حاجة فيه؟ جميل جدا.